السلام عليكم تلامذتي الأعزاء. إذن اليوم غادي نديرو الدرس الثاني في الجداء السلمي، السنة الثانية علوم تجريبية. الدرس تاع البارح أو الدرس الأول درسنا تعريف الجداء السلمي. الجداء السلمي الشواعي أو و بي، تذكير أو بي هو طاولة شواعي أو، ذكروا طاولة شواعي بي في كوسينوس جيب تمام، الزاوية المحصورة ما بين الزاوية المحصورة يعني موجهة ما بين U والشعاع V. هذا الدرس الأول، هذا التعريف الأول. التعريف هنايا كيعطيكم الزاوية، كيعطيكم الزاوية تستعملوا هذا التعريف. أنا غادي نتقدموا إلى تعريف آخر ثم إلى التعريف الثاني ثم التعريف الثالث. تعريف آخر جداء السلمي، هذا التعريف شنو يقول؟ U V جداء السلمي U V يساوي نصف المقدار طاولة U أو كاري زائد طاولة V أو كاري ناقص طاولة U ناقص V أو كاري. هنا هذه نستعملها خاصة عندما لا تعطونا الزاوية، يعني كيعطونا الأطوال، غادي نشوفوها في النتيجة. إذا كانت ABC نقاط من المستوي، فإن الجداء السلمي AB AC يعطينا نصف AB أس 2 طول AB أس 2 زائد AC أس 2 ناقص BC أس 2. يعني بين من خلال هذا التعريف أن الجداء السلمي هنايا لحسابة يعتمد على الأطوال ولا يعتمد على الزاوية، مش كيما التعريف الأول هنا كيكون بالأطوال. غادي نشوفو مثال، مثال ABC مثلث حيث AB 2 AC يساوي 3 وBC يساوي 5. درجة الزاوية المطلوب حساب الجداء السلمي AB في AC، نطبقوا القانون هذا، يعني هذا هو مستنبط من هذا التعريف. AB AC يساوي نصف الضلع AB أس 2 زائد AC أس 2 ناقص BC أس 2. نعوض مقدار داخل العريضة نقسمه على 2، AB أس 2 هو 4 AC أس 2 هو 9 وBC أس 2 هو 25، نجمع ثم نقسم على 2 نجد ناقص 6. إذن هذا التعريف، هذا التعريف الأول. والتعريف الثاني و UV يساوي نصف طاولة U أو كاري زائد طاولة V مربع ناقص الفرق ما بين الشعاعين، طاولة الفرق ما بين الشعاعين أس 2. هذا التعريف الأول، وهذا التعريف الثاني. نعاود لكم، التعريف الأول يستعمل عندما تعطى زاوية محصورة ما بين الشعاع أي و بي. التعريف الثاني خاصة استعملوا هذا القانون بالنقاط. التعريف الثاني هو أننا عندما يعطونا معطيات ولا توجد الزاوية، إذا نستعمل هذا التعريف. وش كتب في المثال، إحنا ما استعملنا لا الزاوية، استعملنا إلا الأطوال. الآن غادي نفوتوا إلى مبرهنة، غادي تكون هنالك تعريف ثالث. مبرهنة العبارة التحليلية للجداء السلمي، هنا بالأحمر عبارة تحليلية للجداء السلمي، هذا التعريف الثالث. هذا التعريف نستعملوه عندما يكون المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس،
متعامد ومتجانس. كيكون معنا متعامد ومتجانس اذا كانت مركبات الشعاع هي اكس اكذاك ومركبات الشعاع في هي اكس بريم اكذاك بريم. سهل اسهل تعريف في الرياضيات. الجدار السلمي U V هو نضرب المركبة الأولى للشعاع الأول في المركبة الأولى للشعاع الثاني زائد المركبة الأولى الثانية للشعاع الأول في المركبة الثانية للشعاع الثاني. هذه استعملوها في التعريف اللي هو التعريف الثالث U V اللي هي العبارة التحليلية للجدار السلمي. هذا نستعمله في المستوي في الهندسة التحليلية، يعني عندما يوجد معنوي إحداثيات مركبات إلى آخره نستعمله هذا مثال. لدينا شعاع U مركبته 1-2 والشعاع V 3-5. حاجة بسيطة U V هي نضرب 1 × 3 زائد 2 × 5 3 زائد 10 تعطينا العدد 13 وهو الحاصل للجدار السلمي U V. إذا نستعملوا هذا التعريف في الهندسة التحليلية لا توجد لا زاوية ولا أطوار. هنالك تعريف بسيط فقط. إذا بعد المحتوى المعرفي غادي اليوم ندير لكم تمرين شامل، تمرين شامل حول المحتوى حول الدرس والمحتوى المعرفي. قلنا العبارة التحليلية للجدار السلمي والتعريف الآخر للجدار السلمي. أ بي سي مثلث حيث أ بي يساوي 10، بي سي يساوي 8، و أ سي يساوي 12. أحسب أ أس. طبعا بينا غادي نستعملوا التعريف الثاني. التعريف الثاني نستعملوا هو أ بي أسي يساوي نصف أبي أوكاري زائد أسي أوكاري ناقص بيسي أوكاري. هنا نعرضو أبي أوكاري هي 100 زائد أسي أوكاري هي 144 ونقص منها بي سي او كاري 68 هي 64. نستعمل الآلة الحاسبة طبعا لإيجاد هذا المقدار. إذن هنا نجد 90. نجد السلمي أري في قاسم 90. استنتج الزاوية يعني مقدار الزاوية بي أ سي وطورها إلى الوحدة. هنا غادي نخدمو بالزوايا الدرجات بي أ سي و بي أ سي تعرفوها بلي زاوية بي أ سي هذي زاوية موجهة كيعطيوكم كيما هكذا هي ب ا سي تقراوها ا ب ا سي. دائما ب ا سي هي ا ب تقراها ا ب ا سي زاوية موجهة. طاقم هنا في البي ديرو هنا ب مثلا الزاوية سي ب ا تولي هنايا سي ب ا تولي ب سي ب ا ا بي ا سي. هنا غادي نستعمل ضرب الان لجهه الزاويه. طبعا باين بلي هذوك الزاويه منكم تسمعوا الزاويه تروحوا ديروا التعريف الاول. التعريف الاول هو نعلم ان ا بي بي ا سي يعني عزله الجدار السلمي ا بي ا سي انها عنده علاقه مع هذه الزاويه ا بي ا سي كذلك عندنا علاقة مع
ابي اسي في التعريف الاخر جيت السلمي نستعملها غير هو لان عندي النتيجه 90 النتيجه 90 على واحد وندير التعريف الاول ابي اسي هي كوس بي اسي كوس الزاويه بي اسي ومنه كوس بي اسي يساوي ماذا؟ كوس بي اسي يساوي ماذا؟ يساوي هذا المقدار ا بي في اسي هو عندنا هذا على الطول ا بي في اسي كذلك ا بي اسي عندنا في المعطيات ا بي واسي هذه تساوي ا بي اسي جبناها 90 ونقسمها ا بي 10 في اسي اللي هي 12 عطينا 90 على 120 ونقسم نلقى 3 على 4 ثلاثة على أربعة ونقسم 30 نصفوا المقام ثلاثة على أربعة إذا كوس بي أسي يساوي ثلاثة على أربعة إذا مقبولة لأن النسبة المتدادية دائما تحصل تكون محصورة ما بين ناقص واحد ولا واحد ثلاثة على أربعة ولكن كيف هي كيفية إيجاد الزاوية هنا نروحوا إلى كاش حل واحد آخر نروحوا إلى الآلة الحاسبة الآلة الحاسبة العلمية مهما كانت كازيو ولا الآلة الحاسبة العلمية التقليدية اللي عندكم نتوما فيها لمسة ماشي لمسة هي الوظيفة الثانية دوزيام فونكسيون اللي هي كوس موان زان هذه العكسية تاع كوس انا عندي كوس بي اسي يعني كوس موانزا يعني كوس موانزا هاد اللمسة تستعملوها شيفت كوس يعني الوظيفة دوزيام فونكسيون شيفت كوس كي ديرو شيفت كوس تخرجلكم كوس موانزا وديرو كوس موانزا تاع 3 على 4 النتيجة اللي لقيتوها 3 على 4 ولا 0.75 هادي نجمو نديروها 0.75 هنا دي كوس موان زان دي كوس موان زان ولكن عندنا بالفاصلة غير منتهية ندير كوس موان زان وظيفة ثانية آيانس كاينة تحت لمسة حنا نقولو لمسة آيانس يعني آيانس نقول لكم النتيجة لهنا باش تكتبوها ما تعاودش تكتبوها لهنا ديرو كو إذا لقيتو النتيجة تحت ديرو كوس موان زان ديرو شيفت كوس تخرجلو كوس موان زان بين قوسين تكتبو ا ان اس تغلقو القوس وديرو يساوي تعطيك النتيجة 0.75 هادي أو 3 على 4 تعطيكم هذا التدوير إلى الوحدة بون هنا نوجدو عندي هنايا نلقى 41 درجة 41 درجة تخرج لكم 41 درجة تخرج لكم بالفصيلة الفصيلة إذا كان عندكم بعد الفصيلة الرقم بعد الفصيلة 5 ما فوق تزيدوا هنا 1 إذا كان عندكم بعد الفصيلة أقل تماما من 5 تأخذوا هذه الوحدة مباشرة إذا كان 41 درجة السؤال الثاني أو الشطر الثاني من التمرين في معلم متعامل ومتجانس هنا بين غادي ندخلوا إلى العبارة التحليلية غادي نستعملوا العبارة التحليلية جدا السلمي في معلم متعامل ومتجانس نعتبر النقاط A 5 2 B 3 4 C 0 1 هادو نقاط مستقيمة ما درسهم هنا يطلبوا منكم
ايجاد اول مركبات الاشعاع الارضي، هذه مكتسبات قبليه ليس الجداء السلمي. حنا راني نحضركم لايجاد جداء سلمي ابي باسي. طبعا طلبوا لكم هذه الاسئله حتى ما تنشوفوا ابي باسي من منظور كنشوف ابي باسي، تحسبوا مركبه شعاع ابي وتحسبوا مركبه شعاع باسي لايجاد جداء سلمي. اذا تعرفوا بلي ابي الشعاع ابي هو نديرو هنايا اكس بي، نديرو هنايا ايكال بي، نديرو احداثيات نقطة ابي نقطة بي، نقص القانون نقص احداثيات نقطة ا اكس هنايا اكس ا وهنا ايكال غادي نطبق. اذا اكس بي هنا 3 4 هادو احداثيات بي نقصو منهم احداثيات ا 5 هنا ناقص 2 هنا 2 شفنا هذا هو ربط التذكير كيف ايجاد مركبات الشعاع ا بي. هنا لايجاد مركبات الشعاع ا سي نفس الشيء ديروا احداثيات سي ناقص احداثيات ا، ديروها مباشره هي معايا. احداثيات سي هي صفر نقص منها خمسه، يعني اكس سي ناقص اكس ا صفر ناقص خمسه. نروحوا الى المركبه الثانيه للشعاع ا سي هي واحد ونقص منها 2، واحد ناقص 2 يعطينا ناقص 1. كنغلطوا هنا نغلطوا في الجداء السلمي ا بي ا سي. هنا نركز ركز مليح، استعمل التعريف تاع الجداء السلمي اللي هو يقول اكس اكس بريم زائد ايكغيك ايكغيك بريم. اذا ا بي مركبة تاعي ناقص 2 2 و ا سي ناقص 5 ناقص 1 كما فهمتكم، نضربوا ناقص 2 في ناقص 5 زائد القانون 2 في ناقص 1 تعطينا 10 ناقص 2 اللي هي 8. أنا في الشطر الثاني أحسب AB طول AB وطول AC. طبعا هنا AB نعرفكم أولا كيف حساب الطول، إذا كانت إذا كان شعاع مركبة إكس إيكغيك، إذا كان إكس إيكغيك إنت كيف نحسب طاولة شعاع؟ هنا نستعملو تاع السنة الأولى اللي هي نستعمل نظرة كتاوس. عطينا طاولة الشعاع U هي إكس أو كاري زائد إيكغيك أو كاري. إذا الجذر التربيعي تاع المركبة الأولى أس 2 زائد المركبة الثانية أس 3. تطبيق AB نروح لهنا الشعاع AB هاولا موان دو دو هو إكس إيكغيك. إذا المربع هذا زائد مربع يعني ربعة زائد ربعة هنا جذر 8 تقدر تكتبوها 2 جذر 2. شعاع أسي كيف نحسب الطول تاع أسي؟ إذا الطول تاع أسي بنفس الطريقة مركبة الأولى أس 2 ناقص 5 أس 2 هي 25 زائد المركبة الثانية أس 2 هي ناقص 1 تعطينا ناقص 1 أس 2
عطينا زائد واحد، إذا تعطينا جذر 26. خليوها كيما يستنتج قيمة للزاوية بي أسي مدورة إلى الوحدة. نفس السؤال كيما هنا، وهنايا نعلم أن AB في AC يساوي AB في AC cos BAC، ومنه cos BAC ماذا يساوي؟ يساوي AB في AC القسمة على AB في AC. AB في AC راهي هادا هنا 8 في AC. من جبنا السؤال بون، نروحو إلى طاولة أنا حسبناها هنايا، كاين 2 جذر 2 AB ضرب AC جذر 26. وهنا ما عليكم، بما أن في النتيجة حنا نحوصو على الزاوية، نجمو نحسبوها بالآلة الحاسبة، نلقاوها 0.5547 إلى آخره، 0.5547 إلى خلينا ماشي. هنا قلت لكم فهمتكم هذه نتيجة هذا التقرير. كيف نجد إذن؟ كيف نجد الزاوية بي أسي؟ بي أسي كوس بي أسي هنا غادي نديرو الدلالة العكسية، يعني نديرو العكس باستعمال آلة الحاسبة. كاش طريقة واحدة أخرى؟ استعمال آلة الحاسبة العلمية. كوس بي أسي نديرو هنايا كوس هاديك موزة شيفت كوس، وهنا هاد المقدار هذا نقدر ندير هنايا آينس آينس، اش راه عندي النتيجة هنايا، نقدر نكتبها تعطيني الزاوية بالدرجة، تخرج لي 56 درجة. وكما فهمتكم غادي تخرج لي 56 فاصلة. إذا كان العدد بعد الفاصلة أكبر أو يساوي 5 نزيد 1 إلى الوحدة هنا. إذا كان أقل تماما من 5 يكون بعد الفاصلة نأخذ هذا الوحدة مباشرة كما هي. شكرا، بارك الله فيكم. إلى إن شاء الله إلى الدرس الثالث، نتمنى لكم إن شاء الله باش تتبعوني، لأن الدروس متسلسلة وعندما نفتقد إلى الفكرة أو إلى درس لا نستطيع إتمام. لهذا ماذا بيا باش الدرس الثالث إن شاء الله نتلاقاو فيه. ولهذا أعزائي التلاميذ نقول لكم مع السلامة، قول آخر.